السلام عليكم يا جماعة، بشكر كل المشتركين بتوع القناة. أنا في سؤال اتسألته من قناة أبو مروة الطيور، بيسأل على التطعيمات. تمام، التطعيمات اللي أنا هقولها دي تحديدا للكلب الروتوايلر. تمام، المواعيد دي على الكلب الروتوايلر، مش كل الكلاب بتاخد التطعيمات في نفس المواعيد. على حسب نوع الكلب بتاعك تشوف المهم بياخد التطعيمات امتى. انا مش دكتور بيطري، فاللي مش يعني اللي عايز ياخد برأي الدكتور بتاعه برضو دي حاجة ترجع له. انا اللي انا هقوله ده خبرتي مع الكلب بتاعي حورس، بناء على المعلومات اللي خدتها من البريدر لما اشتريت الكلب. تمام، لان انا بثق في البريدر ده اكتر من الدكتور البيطري. البريدر لما خدت الكلب قال لي ما تطعموش غير التطعيم اللي هو الثنائي، اللي هو الديستمبر والبارفو، دول اخطر مرضين بيسيبوا الكلاب. لما البريدر قال لي طعموا التطعيم ده بس، على ده علشان في ابحاث اثبتت ان هو الجسم الكلب ما بيستوعبش اكتر من تطعيمين في نفس الوقت. فاللي بيدي الكلب التطعيم اللي هو بيبقى فيه مضاد لاكتر من مرض، الكلب هياخد منهم اتنين والباقي مش هيستفيد بيه. فعشان كده لما طعمت الكلب طعمته اللي هو في التطعيم في مصر اللي هو بيقولوا عليه الثنائي، اللي هو بيبقى الدي بي، ده بيبقى الديستمبر والبارفو، دول اخطر مرضين بيسيبوا الجراوي الصغيره. تمام، التطعيمات بتتاخد امتى بالنسبه للكلب الروتوايلر؟ وبيتهيأ لي ان الجيرمان شيبرد بيبقى في نفس المواعيد ديه. ده تاريخ ميلاد حورس، لو تشوفوه مولود يوم 29/3/2018، الجدول بتاع التطعيمات بتاعته اهو. دول المرضين بس اللي طعمته اللي هو البارفو والديستمبر، ما طعمتوش حاجة تانية. تمام، طعمته 4 مرات، بياخد 4 مرات التطعيم. أول تطعيم ليه خده بعد 4 أسابيع من ولادته. تمام، تاني تطعيم بعدها ب3 أسابيع، تالت تطعيم بعدها ب3 أسابيع، رابع تطعيم والأخير بعدها ب4 أسابيع. فالكلب بيتطعم الروتوايلر عند 4 أسابيع و7 أسابيع و10 أسابيع و14 أسبوع. تمام، كل نوع بيبقى على حسب النوع بتاعه. فشوف انت الجدول بتاع التطعيمات بتاعتك ايه، المفروض تطعم كلبك كل قد ايه وتديله التطعيمات. في ناس ما بتبقاش عارفه الكلب تاريخ ميلاده ايه، ما بتبقاش عارفه او ما عندهاش السجل الكامل بتاع التطعيمات بتاعته. انا على حسب ما قريت ان انت ممكن تبتدي التطعيمات من اول وجديد. يعني انت لو انت خدت الكلب، اشتريت كلب عند اي عمر وانت مش واثق الطعم او ما تطعمش او ما تطعمش خالص، بتبتدي معاه كورس التطعيمات من الاول خالص. فبتدي له اول جرعه، بعدها على حسب انت طبعا نوع الكلب. فانا مثلا لو جبت كلب روتوايلر معرفش متطعم ولا لا ولا واخد اي حاجه، فهجيبه بعد ما هاخده هدي له اول تطعيم، وبعدها ب3 اسابيع هدي له التاني، وبعدها ب3 اسابيع هدي له التالت، وبعدها ب4 هدي له الرابع، وخلص كورس التطعيمات بتاعته. ده بالنسبه للتطعيم ضد الديستمبر والبارفو اللي هم اخطر مرضين بيسيبوا الجراوي. في تطعيم بيبقى اساسي بيتاخد مره كل سنه، ده تطعيم السعار. تطعيم السعار انا عطيته الحرس لما كان عنده سنه، لان المفروض تطعيم السعار ده في ابحاث كتير لدكاتره بيطريين كتير جدا في امريكا هنا اثبتوا ان انت المفروض الجسم الكلب لو كان حجمه لسه صغير بالنسبه لنوعه ما بيستحملش تطعيم السعار كويس، فلازم الكلب يبقى جسمه كبير وشدد حيله عشان يستحمل تطعيم السعار. حتى في كذا ولاية في أمريكا منعوا تطعيم السعار قبل سن 6 شهور. تمام، فبتديهوله وبيتاخد مرة كل سنة. ده بالنسبة لتطعيم السعار. بالنسبة للمضادات اللي هي بتاعت الحشرات وبتاعت الديدان، حورس من ساعة ما اشتريته بياخد برشامة على حسب الوزن بتاع الكلب بتاعك، بتبقى برشامة بياخدها كل شهر بتمنع عنه الحشرات. هي مش بتمنع الحشرات، هي البرشامة بمفعولها ان هي مادة بتسرف جسم الكلب. طبعا دي تعتبر مادة سامة، عشان كده بيتاخد البرشام ده على حسب وزن الكلب. انا معرفش طبعا الحاجات دي في الدول في مصر وفي الدول العربية بيبقى اسمها ايه او الكلام ده كله، او بتتاخد كل قد ايه. فدي طبعا حاجه تسال فيها الدكتور البيطري بتاعك. لازم البرشام عشان الديدان،
الديدان اللي هي بتيجي في البطن، والديدان اللي هي بتاعت القلب والحاجات دي كلها، في كذا نوع ديدان كده، بيبقى برشامة بتتاخد كل شهر عشان ما يصيبش الكلب الديدان، وبرشامة تانية بتاعت الحشرات. البرشامة دي لما أي حاجة بتقرص الكلب بتموت على طول، فحاجة زي القراد طبعا عمرها ما هتثبت في جسم الكلب، لأن مجرد ما هتشرب دمه هتموت. تمام، ده بالنسبة كده لكل التطعيمات. السؤال برضو تسأل ان هو لو لما الكلب ياخد تطعيم، هل ينفع تنزل بالكلب ولا ما ينفعش تنزل بالكلب؟ الكلب قبل ما ياخد التطعيمات بتاعة البارفو والديستمبر ممكن يخرج عادي، بس لازم تخلي بالك على الكلب، يعني ما تخلوش يقرب من اي فضلات لاي حيوانات تانية، لان ممكن سهل جدا يصاب بالمرض عن الطريق ده، لان المرض بتاع البارفو موجود في كل حتة. تمام، المرض ده ما بينتهيش حتى لما الكلب بيكبر، ممكن حتى كلبك لما يبقى عنده واخد التطعيمات وكل حاجة، ممكن وهو كبير يبقى أصلا عنده المرض ده، بس طبعا مش مؤثر في جسمه لأن هو أوريدي واخد التطعيمات قبل كده. فمعظم الفضلات بتاعة الحيوانات، البراز بتاع الحيوانات بيبقى حامل للمرض بتاع البارفو، فلو أنت لسه مطعم كلبك خلي بالك بس إن هو ما يحتكش بفضلات الحيوانات، لأن الكلاب معروف إن هي بتحب تشمشم في كل حاجة وهي ماشية، فما تخليهوش يقرب من الفضلات دي، ما تخليهوش يحتك بحيوان ممكن يكون مريض. يستحسن ان انت يعني انت لازم تمشيه طبعا عشان يعمل الرياضة بتاعته ويفرغ الطاقة بتاعته حتى لو لسه صغير وما خدش التطعيمات، بس خلي بالك عليه، يعني خلي بالك من تعاملاته مع الحيوانات، وخلي بالك من الحاجات اللي على الارض عشان ما يشمهاش ويصيبه المرض. فارجو الفيديو ده يفيدكم، ولو مش مشتركين اتفرجوا على بقية الفيديوهات وتابعونا ان شاء الله، وهفيدكم باذن الله بفيديوهات تانية ومعلومات تانية. المعلومات اللي انا قلتها دي معلومات عامة عن الحاجات الأساسية اللي لازم تتاخد. اللي انا اعرفه ان كل الكلاب بتاخد الاربع تطعيمات اللي انا قلت عليهم دول، بياخد التطعيم ده 4 مرات، مرتين اساسيين وجرعتين منشطين. المواعيد بس هي اللي بتختلف، يعني برضو موضوع الحقنة بتاعة السعار والحاجات بتاعة مضادات الديدان والحاجات دي، حقنة بتاعة السعار برضو معروف ان هي كل سنة، ده اللي انا اعرفه ده في العالم كله كده. موضوع الحاجة الوحيدة اللي ممكن تختلف موضوع التطعيمات بتاعة الديدان وبتاعة الحشرات، ده على حسب بقى ما الدكتور البيطري هيقولهم لك. القصة اللي حصلت معايا في التطعيم ان انا اعطيت حرس التطعيمين دول بس بناء على كلام البريدر مش على كلام الدكتور البيطري. لما رحت للدكتور البيطري كنت متفق معاه على كده، لقيته محضر لي حقنة ضد 4 امراض، فطبعا بناء على كلام البريدر عشان انا بثق فيه اكتر من الدكتور البيطري ما عطيتوش الحقنة دي، وخدت الحقن اللي انا عايزها دي من البريدر وانا عطيتها له بنفسي. تمام، ده بناء على الابحاث، انا ما دورتش طبعا ورا الابحاث دي ايه بالظبط عشان احط اللينك بتاعها، ما اضحكش عليكم يعني، بس انا بثق في كلام الراجل ده، لان الراجل ده بيعمل بريدنج للروتوايلر بقاله اكتر من 35 سنة، وهو اصلا بيحكم في الشوهات بتاعة الروتوايلر، فالراجل ده كلامه واخده ثقة 100% يعني، لان انا مش دكتور بيطري زي ما قلت في اول الفيديو، فعشان كده خدت كلام البريدر ده ثقة، انا بثق فيه تماما، ولحد دلوقتي برجع له في نصائح لو محتاج اعرف اي معلومات عن حورس يعني، او محتاج اعرف اي معلومة عموما في اي حاجة معينة يعني. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وتابعونا برضو بالاسئلة بتاعتكم لو عندكم اي اسئلة تانية. المشترك قصي الحربي انا ما انساكش في الفيديو اللي انت طلبته، باذن الله هعمله اول ما يسمح الفرصة ان هو يحاول يفرض سيطرته وانا اكون جاهز للتصوير بإذن الله، هصوره يعني، وهلبي كل طلبات المشتركين بإذن الله. يلا السلام عليكم، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد.